اهلا بحضراتكم من جديد. متواصلين معاكم في مناقشه كل اللي اتقال بعظمه لسانه. الحقيقه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان له تصريح مهم قبل يومين عن تعاقد الاهلي مع موسيماني وكيف اتسق فيه النادي الاهلي مع توجهات الدوله يا باشمهندس نحو افريقيا. وهو باين اهو حتى من التعليقات اللي بتتقال في افريقيا وردود الاعلاميين عنهم، انتوا زعلانين ليه انه يروح؟ ده حاجه، دي نقله هتستفيد منها كرة القدم في جنوب افريقيا وتفتح افاق جديده لافريقيا كلها. وهو ده دور مهم جدا لمصر تلعبه في الشان الافريقي. تسمع الوزير؟ يعني عندك؟ نسمع راي الدكتور اشرف صبحي. الاهلي وصل النهائي، احنا متابعين يعني، ماشي في طريقه وصل النهائي. اكيد خطوه جديده وخطوه كبيره ان يكون اشقائنا في جنوب افريقيا يكون ممثلهم، واختيار لان ده العمل الرياضي في الكوره عمل احترافي، كل اداره نادي بتختار اللي هي عايزاه، لكن وقوع الاختيار على مدرب من جنوب افريقيا اذا شهاده مصريه لجوده هذا المدرب، وبالتالي هو كمان اثبت في مبارياته صدق حسن الاختيار. بس فدي تجربه جيده جدا، وده انفتاحنا على اشقائنا في افريقيا. اهلا وسهلا بكل مميز ومتميز لاعب، اهلا وسهلا بكل مميز ومتميز مدير فني او مدرب. طيب هو ده، هو يعني ده بيؤكد ان احنا لما بنقول ان ده يعني مبادره جيده من النادي الاهلي تدعم العلاقات الافريقيه، ونجاح المدرب يدعم حسن الاختيار، ما كانش فيه مجامله لمجرد انك تدعم هذه العلاقات، بالعكس هو الدعم بيكون انك تختار شخص ينجح معاك ويحقق نتيجه معاك. فارجو له التوفيق وان يستمر هذا التوفيق. انا بخاف من الاشادات الكتير الحقيقه، يعني يا ربنا خلصني من الداء ده ان شاء الله.